درجات 10. هو فيلم قصير وكل حاجة، بس هو حاجة مختلفة خالص. ويعني هي واحدة أم من طبقة يعني مختلفة عن أي حاجة عملتها قبل كده، بتتعامل بشكل مختلف قوي عن أي حاجة عملتها قبل كده. فهي كان الموضوع تشالنج، بس فعلا انا فهمت من الفيلم ده يعني ان المخرج يقدر ان هو يطلع منك حاجه، لان انا كنت بجد الموضوع كده في فلو وكده مكمل فعلا الحمد لله. يعني انا بجد 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 مبسوطه بالتجربه دي. بصي، هو انا يعني لسه حياتي مع اللي هو مش مثلا بقالي 10 سنين بقى فنانه، فاللي هو عندي روتين معين. هو زي ما انت شايفه بيبقى عندي حاجات ويومي بيبقى مشغول قوي، فاللي هو بحط كل حاجه في الشنطه وبعدين بحضر نفسي وانا رايحه، وبعدين افتكر انا رايحه دلوقتي، فحاول كده اخش في المود بتاع الحاجه اللي انا رايحه. انا طول الوقت بحب الدراما، يعني حتى كوميدي مش قوي، يعني عشان الناس تقول لي بقى انت تعملي كوميدي. انا بحب امثل او بحب اهزر، بس بحب الافلام الكئيبه، فهو فيلم ده كئيب. انا استمتعت قوي بالسلسله دي، انا مبسوطه والله بجد. وقد ايه هي كانت، انا هو كان قرار ان انا مش عايزه السوشيال ميديا بتاعتي تبقى اللي هو انا بحط يا جماعه صور وخلاص. انا كنت عايزه ان كل حاجه تبقى موجوده، تبقى بتعبر عني وعن افكاري وعن عني. فما هو زي بالظبط نفس فكره اللبس، هي دي هو ده النظام يعني. فلقيت نفسي في حاجات جوايا انا عايزه اكتبها وطالعه من حته كده معينه، وكنت انا راضيه عن نفسي بيها. فبجد لما الواحد بيبقى راضي عن حاجه كده، اما الناس بقى بتقدر ان هي تتصل مع ده، بيبقى مش عايزه اقول لك انا كنت فرحانه قد ايه. يعني ايه اصلا ان فيلم اللي هو يطلع بقى بره، ومثلا مهرجان زي كليرمون فيرون ده حاجه برستيج جدا يعني، فاهمه؟ اللي هو كان افلام مثلا حد زي مروان حامد راحت هناك، هي خليفه في، لا يعني في تاريخ يعني للمصريين هناك. فان احنا نكون الفيلم المصري الوحيد، وهما بيجي لهم افلام كتير جدا، وبيبقوا النتاج عندهم بيبقى الافلام مؤهله لان هي تخش مهرجانات اكبر، ده شرف شرف واحساس حلو، احساس حلو ونفسي احسه تاني بصراحه. يعني اصعب حاجه في الدور ده بالنسبه لي كانت ان انا ادي اطمن نفسي وادي نفسي الثقه في النفس ان انا اقدر اعمل كده، لان انا كنت يعني طبعا جايلين كانت مشجعاني، بس انا من جوايا في بيبقى الواحد كده مش مصدق نفسه، اللي هو طب ايه بقى، حد هيصدق يعني بجد ولا ايه؟ فدي اعتقد بتبقى اصعب حاجه ان الواحد يتغلب على نفسه في الحته دي. احلى حاجه كانت فعلا الـ 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 البيئه اللي عملتها جايلان، فعلا هي اهلت الدنيا ان انا فعلا اطلع احسن حاجه عندي في اللحظه دي. عايزه العب كل الادوار، يعني عايزه العب دور الام الشريره، وعايزه العب دور او مرات الاب، عارفه الحاجات اللي هي كليشيه دي. عايزه اعمل دور شخص يعني كل حاجه. طبعا انا يعني هي شبه شويه علاقتي باخويا الكبير يعني، او زمان، دلوقتي طبعا علاقتنا تطورت وبقينا اصدقاء جدا، بس بيبقى فيه اللي هو الاخ الكبير والاخت وفي الحته دي. الانترنت مكمل معانا، بس مايا جولز الستايلست كانت عارفه تظبط الكاركتر قوي اللي هي بتاعت الانفلونسر، فاللبس كده كان مديني احساس ان انا عارفه اعمل حاجات. بكام ده يا حاج؟ ب 300 جنيه يا بنتي. ايه ليه؟ انا هفاصل 50 جنيه بس وحياه امك. امي؟ وانت تعرفي منين امي عشان تجيبي سيرتها؟ معلش يا حاج، وي ار فيري سوري بجد، اصل الابلة اجنبية هي جاية من سريلانكا حيلا، هي مش من هنا، فمش عايزين نلوك لوك كتير بقى عشان ما نضربش السياحة ولا ايه؟ فعلا زي ما قلت لك يعني قعدت 10 شهور في الشخصية دي، فانا حاسة ان الموضوع ساح على بعضه، وقعدت كتير قوي انا مش عارفة انا مين وهي مين وكده. بس انا فهمت يعني اتعلمت منها الواحد عادي ان هو يبقى مش عارف هو عايز ايه، يعني فما هي كده ادتني الثقه دي ان انا عايزه، ممكن ابقى مش عارفه انا عايزه ايه، ودي حاجه اصلا حلوه يعني، عشان كان لازم احب الكاركتر، فهو ده اللي حصل. 200 كفايه؟ لا يا ماما 300 لو سمحتي. يا باي، طب خدي وهاتي 100. اجيب منين يعني اذا كان انا كنت لسه بقول لك ان انا معيش فلوس خالص؟ طب ما انا مش ضامنه ال 100 دي ترجع تاني ان شاء الله. قد ايه هي شجاعه؟ دي كانت حاجه ملهمه بالنسبه لي. مش عايزه احرق لكم الفيلم.